12,000 سلة غذائية وصلت لمحافظة تعز مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. قافلة مساعدات غذائية شقت طرق وعرة من العاصمة عدن للوصول إلى مدينة التربة جنوب تعز لتوزيعها على المستهدفين من أسر الشهداء والجرحى والمرضى في 5 مديريات داخل مدينة تعز وريفها. تم تدشين هذه الحملة اللي 12,000 سلة غذائية المتجهة إلى محافظة تعز. نحن اليوم في هذه المديرية سوف نستهدف 5 مديريات من مديريات محافظة تعز. راعينا في ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المعايير الإنسانية في التوزيع، حاولنا بقدر الإمكان أن نستهدف بعض الشرائح المجتمعية في محافظة تعز. سوف نستهدف المرضى السرطان، سوف نستهدف مرضى الثلاسيميا، سوف نستهدف مرضى الفشل الكلوي، سوف نستهدف الجرحى في هذه الحملة. قافلة المساعدات الغذائية والتي تأتي امتداداً للجهود الخيرة الكبيرة التي يرسلها بشكل أسبوعي مركز الملك سلمان إلى تعز، ستوزع لتستهدف أسر مرضى الحالات المزمنة إلى جانب أسر الشهداء والجرحى، وتتركز في مديريات المدينة الأكثر تضرراً من حرب الميليشيا. فيما كشف مسؤولون عن دفع جديدة كبيرة من مساعدات المركز في طريقها إلى محافظة تعز الذي تعاني من وضع إنساني ومعيشي متردد جراء الحرب والحصار الذي تفرضه ميليشيا الانقلاب. دفعة جديدة من مشاريع الخير الذي يواصلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى تعز لتخفيف المعاناة عن أسر الشهداء والجرحى والمرضى. بلال الصبري، الإخبارية، من مدينة التربة تعز.